معي على الهاتف المعلق العماني خليل البلوشي. استاذ خليل اهلا بيك وبرحب بيك على شاشه قناه الاهلي. مرحبا فيك محمد، نرحب فيك وبكل متابعين تلفزيون الاهلي وكل متابعين برنامجك ترند. وانا سعيد جدا حقيقه، يعني انا طلعت على بوابه افريقيا من النادي الاهلي، واليوم اطلع على الجماهير المصريه لاول مره في مداخله تلفزيونيه من خلال تلفزيون الاهلي، فانا سعيد جدا بهذا التقدير يا حبيبي. احنا سعداء بوجودك معانا وشرف كبير، لان بالتاكيد المعلق خليل البلوشي كابتن خليل لما بيعلق على مباراه الاهلي بنشعر وكانه واحد مننا، بل بالفعل هو واحد مننا. اتسع بتوقيت الاهلي وطريق البطولات معروف هو طريق الاهلي. معنى هذا الكلام والبدايه القويه مع تعليقك على المباريات في البدايه، لمستها ازاي وردود افعال الجماهير معاك؟ والله شوف، اولا يعني مثل ما كان يعرف البعض ان دائما كانت البطولات الافريقيه يعني كان لها اولويه ان المعلقين الافارقه هم اللي يعلقون علينا، العرب الافارقه هم اللي كانوا يعلقوا دائما على البطولات الافريقيه سواء الكونفدراليه او حتى بطوله دوري ابطال افريقيا. تمام. الموسم الماضي صارت بعض التغييرات بحكم دخول المعلق الخليجي للمره الاولى على المسابقات الافريقيه. هذا امر اسعدنا احنا كمعلقين، لكن المفاجاه اللي انا استقبلتها هو خبر اني راح اعلق على مباراه الاهلي والنجم الساحل. بالضبط. محمد، يعني يمكن انت والجماهير الاهلاويه تعرفون ان توقيت المباراه يومها الاهلي وضعيته كانت صعبه جدا على مستوى الدوري، على مستوى البطوله بالنفس، في جدول الترتيب، الاداء اللي كان يقدمه ما كان بالصوره المطلوبه، الاهلي كان مهدد بالخروج من دوري ابطال افريقيا، من دوري المجموعات، يعني وكثير من الامور اللي كانت موجوده في ذلك التوقيت ما كانت فيها نبره تفاؤل بالنسبه للجماهير الاهلاويه بحكم ان الفريق والنتائج اللي كان يحققها ما كانت مرضيه وقت مباراه النجم. لما جيت انا اعلق على المباراه بعد الشوط الاول الوضعيه كانت مريحه جدا. دائما في مرحلة انتقالية على مستوى الفرق الكبيرة في العالم، كل العالم يعني الفرق اللي لها مكانتها، لها هيبتها، لها تاريخها، لها حضورها، دائما لها في, في 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 لحظة تشعر بأنها هي اللحظة اللي ممكن يرجع فيها الفريق، تحس أنها هي اللحظة اللي ممكن يعدي فيها الفريق. وقت هدف أجاي أنا لا شعوريا، أنا حسيت فعلا أن هذا الهدف هو اللي راح ينقل الأهلي من المرحلة السيئة اللي كان فيها إلى مرحلة أخرى جديدة ممكن من خلالها الأهلي يعود إلى وضعه الطبيعي ويعود إلى مكانته الطبيعية. فلا إراديا معي خرجت كلمة التاسعة بتوقيت الأهلي كأنذار ممكن أو حتى كنبرة تفاؤل بالنسبة لي أنا شخصيا أن الأهلي ممكن يذهب بعيد وبعيد جدا في هذه البطولة، وهذا ما تحقق ولله الحمد مع نهاية الموسم أفريقيا ودوري وسوبر، وان شاء الله الجاي اجمل ان شاء الله. وهو بالفعل حتى لما البعثه وصلت لكاس العالم للانديه وفي توقيت الوصول الناس ربطتها حتى في توقيت الوصول قالت التاسعه بتوقيت الاهلي، اللي كانت الساعه 8 حتى بتوقيت القاهره، فخلاص اصبحت يعني جمله ثابته مع كل جماهير النادي الاهلي. يا كابتن خليل اكيد بتسعد بده كمان. هو لو العمل والفيديوهات اللي شفتها واللي انتشرت والحاجات الميكس اللي اتعملت هذه صراحه انا تفاجات فيها وسعيد جدا فيها حقيقه. كمية التفاعل من الجمهور الأهلي محمد، عظمة الجماهير تخرج في مثل هذا التوقيت. صحيح. لما نتكلم احنا عن جماهيرية طاغية سواء على مستوى مصر او حتى على مستوى الوطن العربي، لما نتكلم عن حضور كبير، لما نتكلم عن تأثير، لما نتكلم عن تأثير جماهير، انا بالنسبة لي الجمهور الأهلي مرحلة انتقالية في حياتي في مشواري التعليقي. الله. بالنسبة لي الجماهير هذه مرحلة انتقالية نقلت خليل من مكان إلى مكان آخر على مستوى التعليق، رفعت من طموحاتي، علت السقف عندي أنا. تستحقها كابتن خليل. كم أكثر في شغلي يعني. تستحقها. ما أسمعك يا محمد. بقول لك تستحقها هذه النقلة، بالتأكيد تستحق الله ذلك. خير بالعكس يا حبيبي والله، وأنا أتشرف مثل ما قلت لك، هذه الأمور حققت بالنسبة لي يعني نقلة نوعية في مسيرتي، وأنا أتشرف وقلت لك هذا تأثير الجمهور الكبير، هذا تأثير الجماهيرية الطاغية بالنسبة للأهلي على مستوى سواء داخل مصر أو حتى خارج مصر، وإحنا نعرف ما شاء الله أن الأهلي امتد يعني سواء داخل القارة أو حتى خارج القارة ليكون واحد من أعظم أندية العالم عبر كل التاريخ. عبر كل التاريخ. طيب مباراة الدحيل والأهلي يوم الخميس، وهيكون لحضرتك بالتاكيد شرف في التعليق على هذه المباراه، واحنا كجماهير اهلاويه بالتاكيد هنبقى سعداء كجماهير واعلام بمتابعتك في تعليقك على هذه المباراه.
كيف ترى هذه المباراة؟ وبالتأكيد بتستعد لها من هذه اللحظات، وعندك أكيد بقى كلام كتير في مباراة كبيرة يوم الخميس بإذن الله. هو إن شاء الله إن شاء الله الحدث يفرض نفسه محمد، بس أنا أقول لكم حاجة على الدحيل. أنتوا تعرفوا الأهلي وكلنا نعرف الأهلي ها؟ أكيد. بس أنا أقول لكم حاجة على الدحيل. اتفضل. أي أنا أتمنى أن حتى الإحساس هذا ما يوصل لجماهير النادي أو عفوا للاعيبة النادي الأهلي أن المباراة ممكن تكون سهلة. إطلاقا صح مظبوط. دحيل الفترة الأخيرة دحيل تحسن مستواه على بطولة الدوري بشكل كبير، تعاقد مع مجموعة من اللاعبين، عزز صفوفه بأكثر من لاعب، جاب هداف الدوري الياباني وفي أول ماتش لي في الدوري عمل هاتريك، وواحد من الأسماء الكويسة جدا يعني. ففرقة دحيل ككواليتي لعيبة ممتازين، عندهم أكثر من لاعب موجودين في منتخب قطر غير اللعيبة المحترفين، عندهم يعني كواليتي عالي شوي. فراح تكون مباراة صعبة. أنا تكلمت مبارح مع أحد المواقع في 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 القاهرة، قلت كعب الأهلي أعلى حتى ولو كانت المباراة على أرض دحيل وما بين جمهوره، كعب الأهلي أعلى لأن الأهلي هو كمان راح يلعب ما بين جمهوره في في قطر. جماهير ما شاء الله موجودة، وشفتوا الاستقبال كيف كان في المطار، وشفتوا الجماهير كيف كانت موجودة، والإقبال على شراء التذاكر كبير وكبير جدا. فجماهير الأهلي أنا أعتقد شخصيا أنها راح تكون أكبر من جمهور دحيل في المدرج. غير كذا الأهلي كعبه أعلى بحكم خبرته في المشاركات الخارجية، استمراريته والتواجد في بطولات كأس العالم، الأرقام القياسية اللي سبق ونحققها، طموحه اللي موجود عنده من خلال المشاركة. يعلم تماما الأهلي أن مجرد خروجه أمام دحيل راح يكون هذا بمثابة إخفاق، وبالتالي هو يطمح لأن يصل إلى ما هو أبعد. اليوم أنا قابلت كم واحد من جمهور الأهلي عندهم نبرة تفاؤل أنه ممكن الأهلي يتجاوز بايرن ميونخ حتى في الدور نصف النهائي، ولو أن الأمر صعب جدا، لكن مباراة دحيل أنا أشوفها ممكن تكون فيها كفة الأهلي أرجح، لكن بغض النظر عن كل شيء مباراة راح تكون صعبة. على أرض الملعب وعلى أرض الواقع النسب متساوية 50-50 فعلا يا كابتن خليل. صحيح مثل ما قلت لك، هذه الدافع أيضا، تعرف أنت دائما الفريق اللي يلعب على أرضه دائما يحب أنه يعمل حاجة حلوة، يعني على أساس أن المسؤولين والناس اللي موجودين، فبالتالي هذه دافع أيضا. شفنا تصريحات لعيبة دحيل أنه إحنا قادرين على تجاوز الأهلي ونعمل على ذلك، وغيرها من كل هذه الأمور، أمور تحفيزية. لكن ايضا في كم لاعب في الاهلي ممكن يعني جزئيات بسيطه يتحسم عليها الماتش، أبشى على سوريا، على يعني معلول، هذه الاسماء اللي ممكن نشوفها يكون لها يعني حضور اكبر ان شاء الله باذن الله، ونشوف الاهلي في نصف النهائي. المعلق الرياضي الشهير الكابتن خليل بلوشي، انا سعيد جدا بمداخلتك، وبالتاكيد بنسعد بوجودك دايما معانا عبر شاشه قناه النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي بالتأكيد سعيدة بتعليقك، وإن شاء الله بإذن الله يكون لك متابعين كبار بالتأكيد يوم الخميس في مباراة الدحيل والأهلي بإذن الله. شكرا جزيلا كابتن خليل بلوشي المعلق العماني في تعليقه بالتأكيد على مباراة يوم الخميس، كل بينتظره، وكان معلق متميز جدا في المباريات الإفريقية، وقال كلام مهم جدا في تعليقه، كانت النقطة البارزة هي التاسعة بتوقيت الأهلي.